هذا برقوق، خدينا البرقوق من السوق دايرين به هكا فهاد العيد، محضرين به اللحم كي ياكلوا البنات الصغار. شدو قالت لك حلات البرقوقه، قالت لك فيها الحجر، قلنا لها لا ما فيهاش الحجر. انا نشوف راه ما كتعرفيش هذيك، راه غير عندهم. ملي جبدنا كنحلوا البرقوقه كنلقاوها هكا فيها السم، شدينا كنقلبوا البرقوق كنحلوه. شدي امينه هكا، حلي البرقوقه، شوف الميكا كيفاش مغشيه على شكل برقوقه ووسط منها سمه. خلط باش يوزن، ومتى ملي غادي تشري البرقوق غيبان لك البرقوق من الفوق وغيبان لك هكا كحل، ما غيبان لك والو، هو عادي. وهي مغلفينها في ميكا بيضه وميكا كحله ومديرين فيها السم من الداخل، هيجي دري صغير ولا يجي شي حد هياكل غيصرات الميكا. شنو هذا تسمم؟ باغيين يقتلوا عباد الله. ها هو نيشان، شوفي الميكا كيفاش دايره، شوفي العمليه شحال فيها من تلويه وكيفاش دايرينها. عفاكم اللي خدا هاد البرقوق حتى يقلبوا، ما ينصبيه حتى يقلبوا ويشوفوا، ردوا البال. هادشي راه باغيين يسموا عباد الله بالعاني، هما يضربوا الفلوس الحرام في جيبهم. شوف على حاله كي دايره، والدراري الصغار يمشيو، والكبير اللي ما يفهمش راه يشد بدا يغزز سيطره الميكا. عفاكم ردوا البال، اللي خدا البرقوق حتى يقلبوا، يا عند مولاه ولا ما ينصبيه حتى يقلبوا. وعفاكم هاد الفيديو بارطاجيوه كاع الناس اللي عندكم، وكاع الناس اللي كتعرفوهم نبهوهم بهاد الفيديو هذا.